نحن لسنا يوم الأحد أو الاثنين، بل اليوم السبت، وهؤلاء التلاميذ مدعوون لدراسة في يوم مخصص للراحة أو المراجعة، لكن هذه الابتدائية التي لا تملك حتى اسم لها خصوصيتها. قالوا لا تقرأوا بالسبت، احنا ما مش حابين نقرأوا بالسبت، احنا راحة، نوم السبت راحة، وحنا دوكا جينا نقراو فيها ثم عندنا غير الجمعة راحة. 40 تلميذ في القسم وعندنا اكتظاظ كبير في هاد المدرسة تاع المزارعة. أول المشاكل تاعنا هي النقل، ما وفرولناش النقل، رانا نهار كامل وحنا نمشو. زادوا لنا السبت، حنا هادية ما نقبلوهاش، رانا نطالبوا بالمدرسة الجديدة وما نقراوش بالسبت. باش نقول المعلمة ما حاش نجي نقرا، باسكو إذا كنت أنا أجيب المعدل 9 أو 8 سأجيب الآن 6 أو 5. الأولياء منعوا أولادهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة في هذا اليوم، وهم يطالبون الوصاية بالتدخل العاجل. يروح يولي غير في الطريق، يجي العشية يجي عيان، تقول له الحفيده يقول لك مانيش قادر، يروح الكاسمو المسيد ما يجي يلحق يدي النهار، كيزيد يولي ما يجي يلحق يدي النهار، من 8 ل 11 ما يزيدش يولي، ما عندوش بلاصه وين يزيد يقرا، كاين اللي يقرا من 11 للزوج ما يزيدش يولي، واللي يقرا من الزوج للخمسة وما يزيدش يولي، والكريم وصاوي يديروا لهم شارج، ويقولوا لهم روحوا لعند والديكم للدار يقريوكم، وحنا ولادنا ما يقراوش بالسبت، انا ابني في الدار كيدوش، يراجع، يحفظ، يريح. عنده حق يلعب. عندي بنتي تقرا من 8 لل 11 ونص برك، دوام ثالث من سنه اولى حتى سنه رابعه، والسنه خمسه ما يقراوش لهنا، يقراو في مسيد واحد اخر في حوش المخفي. على بضع امتار فقط توجد مدرسه في طور الانجاز، الاشغال بها متوقفه الى اجل غير مسمى، والاولياء يعولون عليها. هذا المشروع هذا تاع المدرسه هذه راهو عنده مده 4 سنين، وهما يديروا وعود باللي مده السنه الفلانيه راح نقدم لكم مدرسه. انا نطلب برك انه القرار السبت هذا هل هو قرار وزاري نتقبله؟ ماهوش قرار وزاري ما نتقبله. لو كان يسلموا لنا المدرسه هذه السبت ما تكونش، علاه تكون؟ وعلاه السبت ماشي كاع المدارس الاخرين؟ فوج داخل وثاني خارج وثالث مدعو للدراسه يوم السبت، فوضى خلقها الاكتظاظ، فكيف ننتظر الجودة والظروف مزرية؟